تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل. لن يقول الأتراك أبدا عن أبائهم إنهم كانوا قتلة، هكذا أنهى المؤرخ جيستن مكارثي خطابه في البرلمان التركي عام 2005، فوقف النواب الأتراك مصفقين بحرارة لما قاله. تلخص هذه الجملة الختامية الموقف التركي الرسمي تجاه مذابح الأرمن وكل المكونات الأخرى على يد العثمانيين. هذه المذابح التي يصفها أغلب المؤرخين في العالم بأنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين. اليوم وفي عهد أردوغان باتت تركيا ترتكب المجازر مرة أخرى بحق شعوب المنطقة من خلال دعمها وتدريبها للإرهابيين من كل أنحاء الأرض واستخدامهم لمشروع أردوغان الإخواني الذي صرح مرارا وتكرارا على إنه خليفة المسلمين. بصمات أردوغان الإرهابية منتشرة على أكثر من رقعة جغرافية، فدول كثيرة، سوريا ومصر وليبيا وأوروبا والكثير من دول العالم، واليوم عفرين هي خير شاهد على إسقاط آخر ورقة عن عورة أردوغان، فمن دعم داعش إلى النصرة، واليوم قوات الاحتلال التركي جنبا إلى جنب مع الفصائل الإرهابية والعلم التركي بجانب أعلام القاعدة وداعش والحزب الإسلامي التركستاني وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وفي إطار الترويج للفكر الإرهابي المتطرف الذي تدعم تركيا قنواتها ونشاطاتها، ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن حكومة هولندا تحقق في خطبة يوم جمعة تحدثت عن الجهاد وتمت على الأراضي الهولندية، وأكدت الوسائل أن الخطبة تم تحريرها من قبل الهيئة الإسلامية التركية العليا التي تدير شؤون الآلاف من المساجد في جميع أنحاء تركيا وأوروبا. وأضافت أن الجهات المختصة تحقق مع إمام تركي دعا للجهاد في صفوف الأتراك في عفرين. وللحديث أكثر عن حلقة الليلة أرحب بضيوفي من واشنطن هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، ومن باريس أكثم عيسى مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن القاهرة سامح عيد الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية مع حفظ الألقاب. ضيوفي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور أكثم عيسى، أبدأ سؤال الحلقة من لدنك، مساء الخير أولا. أهلا، مساء الخير. يعني بالحديث عن المخاوف والهواجس عن احتمال عودة الأعمال الإرهابية على اختلاف أنواعها على الساحة السورية، هل هي في محلها بعد ظهور التنظيم بصيغة أخرى وبطريقة أخرى مع جنبا بجنب مع الجيش، جيش الاحتلال التركي؟ أولا مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام وجميع المشاهدين. مساء النور. فقط أريد التعليق على مسألة المذابح العثمانية بحق الأرمن. تفضل. الحقيقة لم تكن المذابح فقط بحق الأرمن، طبعا كان الاتجاه الرئيسي هو قتل أكبر عدد ممكن من الأرمن وأيضا المسيحيين، يعني اتجاه المسيحيين عامة، وأيضا يجب أن لا ننسى المذابح التي تمت بحق العلويين في سهول كليكيا في ذات الوقت. هناك أكثر من 30 ألف علوي تم قتلهم أيضا في سهول كليكا ولواء اسكندرون في ذاك الوقت. فقط أحببت التنويه، لأن حسب إحصائيات والبرلمان التركي دكتور أكثم 80 ألف. نعم تفضل أكمل. نعم. بالنسبة لقضية الإرهاب وامتداده وجذوره، أنا أعتقد أنه الإرهاب يعني في سوريا وفي المنطقة بصفة عامة لم ينتهي أولا، وإنما يعني ربما عسكريا داعش، يعني أحد فصائل، أهم فصائل الإرهاب، نعم تم دحرها عسكريا إلى حد ما، لكن دعني أقول إن الفكر الإرهابي، نعم، وأيضا البنى الاجتماعية مع الأسف التي تساند هذا الإرهاب، والواقعة في مجموعة من الأوهام التي مارستها وسائل الإعلام إقليمية تركية وسعودية وقطرية إلى آخره، مجموعة من التدخلات، هذه البنية لا زالت موجودة ولو بأشكال أخرى. يعني دعنا نتكلم بصراحة أكثر،
ما هي المجموعات وما هي الفصائل الإسلامية المسلحة؟ جميعها بدون استثناء، المعتدلة منها والمتطرفة. ما هي؟ هي مجموعات إرهابية في النهاية. يعني أي مجموعة تنادي بدولة خلافة إسلامية، تنادي بقطع اليد وبقطع الرأس وبإقامة الحد وبكل هذه المسائل، هي إرهابية في النهاية. إذن الإرهاب حتى هذه اللحظة وربما لفترة قادمة لا نعرف بالضبط مداها الزمني، هي تتوالد ولو بأشكال مختلفة لكنها موجودة وخطرها قائم في كل لحظة. وأعتقد أنه من الضروري، وهذا الأمر أنا أعتقد أن الدول الكبرى هي منتبهة له تماما وهي حذرة من هذا الأمر ومن انتقالاته أيضا الإقليمية والدولية. طيب، على ذكر الدول الكبرى اسمح لي أن أذهب إلى ضيفتي في واشنطن الأستاذة هبة القدسي. مساء الخير. أهلا بك مساء النور. يعني الدور التركي لطالما كان محط انتقادات متكررة من قبل الدول الغربية التي تأخذ على الحكومة التركية بعدم بذلها جهودا كافية لضبط حدودها منذ بداية الأزمة في سوريا وحتى لتدريب الإرهابيين على أراضيها. أستاذة هبة. نعم، بالفعل هناك يعني شاهدنا منذ بداية عملية عفرين التي تقترب من شهر تقريبا منذ بدايتها إلى الآن، شاهدنا توتر أمريكي تركي، وبات واضح في محادثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع الجانب التركي. هناك أيضا دخلت الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة فرنسا على خط حماية الأكراد وانتقاد التدخل التركي في سوريا. تركيا لها أغراض ولها أهداف من هذه العملية في الداخل السوري، فهي في البداية تريد أن تضع لنفسها موطئ قدم داخل سوريا، في كافة الأحوال تريد أن تغتنم جزءا من الكعكة في حالة ما إذا تم تقسيم سوريا، أو في حالة ما إذا تم إعلان فترة انتقالية وحكومة مؤقتة. في نهاية الأمور مهما اختلفت النتائج سواء بالتوصل لتسوية سلمية يعني أو أي خطط أخرى، نعم، هي تريد لنفسها موطئ قدم. الشيء بالشيء يذكر، يعني بما تفضلت به، والغاية أو في تحقيق هذه الغاية تنتهج تركيا طريقة ميكافيلية في سوريا. بالضبط، هي لها أهداف ثم تريد أن تحقق نتائج. كما ذكرت تريد أن تضع لنفسها موطئ قدم في سوريا بغض النظر عن نتائج الحرب السورية. تريد أن تحجم من حجم حزب الاتحاد الديمقراطي داخل سوريا لكي تحجم من نفوذ وقوة حزب الأعمال الكردستاني داخل تركيا. وتنظر أيضا ينظر أردوغان إلى الانتخابات التي ستتم في 2019 ويريد أن يحجم المعارضة التركية. ما تستخدمه تركيا من أساليب ميكافيلية كما ذكرت أو من أساليب، هي تستخدم كل أساليب لتحقق هذه الأهداف وبصفة خاصة القضاء على النفوذ التركي. فهناك أدلة كثيرة على مدى الأعوام السابقة عن مبادلات تجارية تمت ما بين الجانب التركي وما بين داعش، كان من بينها أيضا الإفراج عن رهائن أتراك أفرجت عنهم داعش. دكتورة أستاذة هبة، يعني بفكرة الأدلة الدامغة، يعني لم يعد خفيا على أحد ظهور الأشرطة ومقاطع الفيديو تظهر جنبا إلى جنب كلا من قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الأخرى كجبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي والحزب الإسلامي التركستاني. يعني هل بات تركيا الآن في مرحلة إعادة إنتاج وتطوير هذه التنظيمات الإرهابية؟ هي التنظيمات الإرهابية داخل سوريا وفي المنطقة تعيد هيكلة، يعني تعيد تنظيم هياكلها التنظيمية وتعيد اتخاذ أسماء جديدة. فالآن داخل الشمال السوري هناك عدد كبير من الأنظمة أو من المنظمات الإرهابية التي تعمل بمسميات مختلفة وتتعاون بشكل ما أو بأكثر من وسيلة، سواء مع الجيش السوري الحر أو مع الجانب التركي. منها على سبيل المثال لواء السلطان مراد، منها فرقة الحمزة، فيلق الشام،
حركة نور الدين الزنكي، كتائب أحرار الشام، حركة الفجر الإسلامية، صقور الجبل. هناك أعداد كبيرة من تلك الحركات والمنظمات الإرهابية التي تغير هياكلها التنظيمية وتغير ولاءاتها أيضا وتغير تحركاتها على الأرض وانتماءاتها مع منظمات أخرى ومع ما يخدم مصالحها. جيش سوريا الوطني الذي تم تأسيسه داخل سوريا من قبل المعارضة السورية ومن قبل المعارضة السورية تم تأسيسه في تركيا بتأييد من الحكومة المؤقتة ومن الائتلاف السوري المعارض، لكنه لا تركيا لا تستعين به على سبيل المثال، وتفضل الاستعانة بهذه المنظمات الإرهابية وهذه الحركات المتطرفة لتحقيق أهدافها ضد الأكراد في عفرين وفي شمال سوريا بشكل عام. نعم دكتور أكثم، يعني في نفس السياق حقيقة غالبية المسلحين المشاركين في الهجوم على عفرين، الفيديوهات التي تنتشر على الإنترنت يظهر فيها الكثير من المسلحين، يعني ثلاث مسلحين يرددون أناشيد للإرهابيين والمتطرفين في الشيشان وتورابورا وأفغانستان، وردود أيضا عفرين تنادينا. برأيكم الدلائل وأسباب تواجد هؤلاء مع جيش التركي؟ يعني بعد الهزيمة التي تم إلحاقها بهذه المنظمات داخل سوريا، يعني سواء كان على قوات سوريا الديمقراطية أو على سواء كان أيضا الجيش وتدخلات أخرى، الآن يبدو لي وكفاء أيضا المؤشر المهم هو كفاء الدور السعودي بعد سقوط مشروعه، يعني سقوط مدوي لمشروعه، وأيضا خلافات السعودية القطرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. كل هذا أثر حقيقة على قوة الدفع لهذه المنظمات وعلى قوتها على الأرض، على ميزان قواها على الأرض، ودحرها فعلا باتجاه طبعا الملاذ الآمن لها. يعني أين هو الملاذ الآمن الذي يقع على الحدود السورية؟ هو تركيا. فعلا تركيا منذ اللحظات الأولى كانت تدعم الإرهاب في سوريا، وهذا الأمر ليس بخافيا على أحد، وهناك الكثير من الفيديوهات والإثباتات والتقارير التي قدمت سواء على المستوى الدولي أو حتى على مستوى الوفود التي كانت يعني تتفاوض أو تتحاور، الروسي والأمريكي وإلى آخره، أو الوفود الأمنية إلى آخره. أنا نعم من الطبيعي جدا أن تجد يعني هذه المنظمات ملاذها في تركيا، وأن تعيد فعلا يعني كما ذكرنا أن تعيد إنتاج ذاتها مرة أخرى وأشكال تنظيمية ربما أقوى، وتعيد تحشيد قواها. يعني هي تعيد تحشيد قواها العسكرية، لكن هي مجرد قوى عسكرية، هي منتفية، ليست لديها الآن أي رؤية أو برنامج حقيقي ذو بعد ولو واحد بالألف ذو بعد وطني له علاقة بسوريا. بكل بساطة في ظل موازين القوى القائمة الآن، تركيا كدولة إقليمية قوية ولها مطامع في سوريا من زاوية، ولها أيضا أهداف سياسية تجاه القضية الكردية، من الطبيعي جدا في ظل ميزان القوى هذا أن تتحول هذه المنظمات إلى أدوات قتل فقط. يعني هي لديها كل البنى الفكرية التي تؤهلها لأن تصبح أدوات قتل، وخاصة في ظل كما ذكرنا في ظل عدم وجود أي رؤية سياسية لها. بكل أسف أقول أن انتفاء المشروع الوطني أيضا داخل سوريا زاد الطين بلة، وأيضا عوم ما يسمى بالائتلاف الوطني والمجلس الوطني ولا أدري ما وهيئة التفاوض ومؤتمر الرياض، وكل هذه القصص عومها باعتبارها فعلا ممثل سياسي فارغ، ليس لديه أي رؤية وطنية، لكنه ممثل سياسي لهذه القوى الهمجية، القوى الإرهابية التي لجأت الآن تحتضنها تركيا وتسيرها كما تريد وتشتهي. ويعني نحن يوميا جميعنا
يعني نشاهد هذه الفيديوهات، وكان آخرها عندما يعني وبكل بساطة، يعني أنا لا أدري لماذا يستغرب البعض وجود وفد من الائتلاف في قرى محتلة لعفرين مثل قسطاط، قرية قسطاط. هذا أمر طبيعي، هؤلاء مجموعة من الخونة أخذوا أوامرهم بالذهاب إلى قسطاط، وبالتالي ذهبوا بكل بساطة، ليس لديهم أي إرادة سياسية مستقلة، فمن الطبيعي أن يكونوا مجرد أدوات، هم وقتلتهم الذين يدعون أنهم يمثلونهم، هم يمثلون هؤلاء القتلة ولا يمثلون أي طائفة أو أي فئة اجتماعية من الشعب السوري الحقيقي. طيب أستاذة هبة، يعني يقول مراقبون بأن هناك معلومات تفيد بأن أنقرة دربت هؤلاء المسلحين من أجل تغيير تكتيكاتهم العسكرية، يعني بحيث يعتمدون على أساليب جديدة مختلفة غير الطرق التقليدية للتنظيمات الإرهابية من داعش وجبهة النصرة، مثل السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية. هو بالطبع كان يعني هناك أدلة، وهناك لدى البنتاغون بعض المؤشرات على هذه العمليات التي تتم من خلال استغلال تركيا لبعض هذه الحركات والمنظمات وإعادة تدريبها في شكل تكتيكي تستخدم فيه السيارات المفخخة وغيره. وأيضا إلى جانب هذه الحركات المتطرفة، هناك أيضا استخدام تركيا لبعض المرتزقة الذين لا ينتمون لأي جماعات إرهابية، لكنهم في النهاية يبحثون على الأموال. فهذه التكتيكات حتى لا تتورط تركيا بشكل رسمي في العمليات، وإن كان الأدلة يعني ثابتة وهناك مناقشات يعني مكثفة ما بين الجانب الأمريكي والجانب التركي حول هذا الأمر. يعني تركيا يعني هناك مواقف أمريكية تزن عملية عفرين بكثير من الحساسية وكثير من محاولة إعادة التوازن بين الأطراف داخل الأزمة السورية. هناك مصالح أمريكية، هناك مصالح تركية، هناك مصالح روسية، هناك أيضا تدخل إيراني، فالعملية فيها عناصر كثيرة ولاعبين دوليين. أيضا نسيت أن أذكر الاتحاد الأوروبي وفرنسا بشكل خاص، فعدد من اللاعبين الدوليين وعدد من الأهداف التي يسعى كل لاعب دولي في الحصول عليها في الداخل الروسي. طب أستاذة هبة، نعم يعني أستاذة هبة ذكرتي التوازنات، يعني سؤال، يعني هل هذه التوازنات تمنع أمريكا من رؤية حقيقة التعاون المتبادل حقيقة بين تركيا وهذه التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب العالمية؟ لا 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 تمنعها. الجانب الأمريكي يدرك تماما ويرصد عن كثب هذه التحركات التركية مع الحركات أو المنظمات الإرهابية، وهناك يعني يتفق الجانب التركي والجانب الأمريكي فإن لا مستقبل للأسد في سوريا على سبيل المثال، لكن العلاقة ما بين تركيا وأمريكا تدور ما بين الشد والجذب في اختلاف المصالح حول بصفة خاصة حول الأكراد في سوريا. على سبيل المثال يعني كان هناك رد فعل تركي غاضب على قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين بينهما أكراد في جانب إدارة الأمن الداخلي، ورد البنتاغون الأمريكي على أن هذه القوة ليست قوة عسكرية وليست قوة حرس حدود نظامية، وإنما تهدف إلى حفظ الأمن. أيضا التصريحات الأمريكية التي خرجت من الخارجية الأمريكية تشير أن هناك صمت، نوع من عدم المعارضة الأمريكية لهذا الهجوم التركي على عفرين، لكنه محدد بنوع من الشروط الأمريكية على ألا تتجاوز نطاق عملية عفرين حدود محددة. على سبيل المثال كان هناك تصريحات لهيدر نورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حثت فيها تركيا على التحلي بضبط النفس وضمان بقاء عملية عفرين في حدودها العسكرية المحدودة وفي نطاقها الجغرافي وفي مدتها
والحرص على تجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. فهناك مصالح دولية كثيرة وشديدة التعقد ما بين السماح بعمليات محدودة، الصمت إلى حد ما حول علاقات قد لا ترضى عنها المجتمع الدولي، لكن في حدود وشروط إلى أن تتم العملية في خلال مدة معينة وفي إطار زمني وجغرافي محدد، ثم يبدأ التدخل مرة أخرى. لا تنسى أن هناك أيضا أهداف دولية يعني مستترة في هذه العملية. فهناك مثلا في انتظار أن يتم استنفاذ الجهد التركي في هذه العملية، استنفاذ قدرات تركيا واستنفاذ القدرات العسكرية التركية وتحجيم أيضا النفوذ التركي في سوريا. فالجميع اللاعبين الدوليين ينظرون بمعايير ما بين التوازن وما بين المصالح وما بين تحقيق الأهداف في هذه العملية، والخاسر أو الأكبر في هذه العملية هو السوريين والجانب التركي والذين يقاتلون على الأرض بالفعل. طيب دكتور أكثم، يعني حتى في الداخل التركي يعني اعتمد أردوغان على هذه التنظيمات إبان محاولة الانقلاب الفاشلة، يعني وكأن أردوغان بنى لنفسه جيشا خاصا فيه طبعا، وكانت المشاهد الفيديو واضحة عندما قامت هذه التنظيمات بإعدام حتى الجنود المشاركين في محاولة الانقلاب، وكأن بنى جيش خاص فيه يوازي للمؤسسة العسكرية التركية. هذا الكلام إلى حد ما صحيح، إلى حد ما، لكن حقيقة القوة الضاربة لو كانت يعني ربما يكون أجهزة الأمن بالدرجة الأولى يعني، ومن ثم بعض قوى يعني بعض أجنحة الجيش القوية على كل. لكن دعنا نعود إلى مسألة الانقلاب. الانقلاب عندما حصل مباشرة، يعني أنا أتكلم حقيقة يعني وأقول بكل أسف يعني، خرجت مظاهرات، وهذه المظاهرات أعتقد أن غالبيتها كانت يعني ربما مدروسة ومؤقتة إلى آخره، وخرج الكثير من السوريين وغير السوريين، خرجوا بالآلاف. أنا كنت أقرأ وأتابع جيدا، كان هناك الآلاف من السوريين الذين خرجوا تأييدا لأردوغان، وفعلا كان هناك كثير من المسلحين الموجودين في وقاموا أيضا بالقتال معه، لكن يعني كقوة أساسية حقيقة لم يكونوا، كانوا مجموعات دعم للجيش ودعم للقوات التي ساندت، لكن المساندة الشعبية نعم حقيقة كانت أقوى وكانت ظاهرة، وظاهرة أيضا بالحماس المنقطع النظير، حتى بالنسبة لكثير من السوريين الذين يقتلون قطنوا تركيا في تركيا أو هاجروا إلى تركيا، وكانت لديهم اتجاهات يعني هي ليست إسلامية، لكن انجروا فعلا إذا إلى هذا المشهد الذي رأيناه، وشاركوا فيه بهمة عالية. ويعني ربما أنا اطلعت على كثير من التعليقات وخطط بعض النقاشات مع بعضهم، كانت لديهم رؤية يعني مخيفة أنهم مستعدون حتى لحمل السلاح مع نظام أردوغان، كانت ردات فعل غير طبيعية مع بكل أسف. نعم أستاذة هبة، يعني هذه التنظيمات وكأن أردوغان استخدمتها كشبكة للضغط على كل هناك يعني على كثير من الدول الأوروبية حقيقة. يعني كان أردوغان يدلي بتصريح ويقول على سبيل المثال قد تحدث انفجار في أمريكا، في بعدها بأيام يحدث انفجار، وأن تحدث عن نقطة جغرافية أخرى شهدت هذه المنطقة التي ذكرت انفجار، يعني كأنه بات يسخر هذه التنظيمات حول العالم. ده صحيح إلى حد كبير، وكما ذكرت في بداية تقريرك أنه أصبح لتركيا تأثيرات من خلال هذه الجماعات ويد
تعبث بالشأن الداخلي في عدة مناطق، منها ليبيا ومنها مصر ومنها سوريا والعراق. الهدف التركي هو فرض الهيمنة. هذه الهيمنة لم تعد بقوة الجيوش النظامية، وإنما أصبحت بقوة الحركات التي تعمل تحت الأرض. وأبرز يعني أو أفضل طريقة للسيطرة ومحاولة يعني كل من تركيا وقطر يعني تجيد استخدام هذه الخيوط ما بين إمداد هذه الحركات بالمال والسلاح، وأقصد بها المنظمات الإرهابية، وأيضا فرض محاولة فرض نفسها على المائدة الدولية باعتبار أنها تستطيع أن تحجم أو أن تطلق يد هذه المنظمات الإرهابية، وتستطيع أن تحجمها، وتستطيع أن يعني تتعاون وتنسق مع دول كبرى في محاربة الإرهاب. فهو لعب على رؤوس الثعابين كما يعني يقول المثل، هو لعب بكافة الخيوط الدولية ما بين إثبات يعني أو الانخراط في المائدة الدولية لمكافحة الإرهاب من جانب، والانخراط مع هذه الجماعات الإرهابية من جانب آخر في محاولة جذبها وضمان ولائها وتوجيهها واستغلالها إذا أرادت الاستغلال. فهي في النهاية هذه التحركات سواء من قبل تركيا أو من قبل قطر ليست خافية على المجتمع الدولي، لكن هناك شد وجذب لن ينتهي، ولن يعني لن يكون يعني هذا الوجه القبيح لتركيا ولقطر أيضا مكشوف لدى الغرب، وهناك محاولات إذن لماذا لا يحرك ساكر أستاذة لوقف هبة؟ هذه العلاقات. طيب أستاذة هبة، طالما الأمر واضح ومفضوح، لماذا لم نرى أي تحريك لساكر من قبل هذه الدول؟ لأن هناك مصالح تتحكم في التحركات. الجانب الأمريكي على سبيل يعني أنا عايزة أخذ الجانب الأمريكي والجانب الروسي. الجانب الأمريكي على سبيل المثال كما ذكرت لك، هناك مصالح تربط ما بين الولايات المتحدة وتركيا، هناك قاعدة عسكرية أمريكية في إنجيريك في تركيا، هناك تعاون تركي، هناك مصالح تركية أوروبية من خلال حلف الناتو، هناك يعني التشابك هذه العلاقات لا تجعل الأمور تسير بواحد زائد واحد يساوي اتنين، بالعكس هناك واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي مئة. فهذه التشابكات في الأهداف والمصالح والتعقيدات ما بين التعاون من جانب واختلاف الرؤى واختلاف الأهداف من جانب يعرقل هذه وضوح الرؤية، تضغط يعني لا يمكن أن ننفي أن هناك ضغط أمريكي على الجانب التركي، هناك سياسة العصا والجزرة أيضا من محاولة إعطاء حوافز إلى حد ما، إعطاء تطمينات إلى حد ما أنه ليس لن يكون لدعم الأكراد في سوريا محاولة للهجوم أو يعني التأثير على حكم أردوغان، وأيضا هناك سياسة العصا في محاولة أن أي من سيهاجم على الجماعات التي تدعمها أمريكا أو القوات الأمريكية داخل سوريا التي تقوم بمكافحة داعش سيلقى يعني سيكون هناك رد فعل، وقد رأينا بالفعل في 7 فبراير الماضي محاولات روسية للهجوم على قوات تدعمها الولايات المتحدة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 300 شخص من هؤلاء المقاتلين، الذي اتضح أنهم مرتزقة روس أو مقاتلين روس سابقين في الجيش الروسي. هذه التعقيدات السياسية لا تخفي الصورة الحقيقية لتركيا، لكنها في التعاملات الدولية هناك ما بين محاولة التنسيق والتوصل إلى حل وسط ومحاولة سياسة العصا والجزرة، سياسة التحفيز والترهيب. فهناك أدوات كثيرة تستخدمها السياسة الدولية في الضغط من جانب، التحفيز من جانب، للتوصل إلى نهاية. وفي النهاية
كل طرف يريد أن يحقق أقصى ما يصل ما يطمح إليه من تحقيق أهدافه. نعم دكتور أكثم، يبدو أن يعني هذه الشبكات تحولت إلى الاستراتيجية الوحيدة في الخارجية التركية يعني التي تعتمد عليها أنقرة. نعم، يعني الآن يبدو أن المناخ الدولي أو بالأحرى يعني المزاج الشعبي الدولي لم يعد يقبل يعني دخول في حروب مباشرة. بالتالي تسعى الدول بصورة أو بأخرى، الدول جميعها يعني خاصة الدول الكبرى يعني تسعى بصورة أو بأخرى كما يعني إلى حروب، إما بالوكالات أو كما سماها فريدمان يعني حروب استئجار. نعم. استئجار الحروب، وبالتالي أضحت قوى المرتزقة أو القوى الوكيلة يعني التي تقوم بالوكالة بالقتال عن جيوش الدول الكبرى أو الدول الإقليمية نقطة قوة، يعني لديها نقطة قوة من جانبها ومن جانب من يستخدمها أيضا، وأيضا هي نقطة ضعف ليست لصالح القوى الكبرى. وبالتالي قضية المصالح ربما التي تكلمت عنها الأستاذة هبة، قضية المصالح والشائكة والمعقدة لدول الكبرى هي أحد أهم يعني أسسها هنا، يقبع هنا، يكمن هنا تماما، في أن هذه الدول هي الآن غير قادرة على التدخل بصورة مباشرة. فمقتل جندي مثلا أمريكي أو عدد جنود أمريكيين هذا يثير فعلا كثير، ربما يثير الرأي العام تجاه يعني سواء الإدارة الأمريكية القائمة والتي هي في حالة من يعني من 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 الزعزعة وعدم الاستقرار الواضح، أو في الدول الأوروبية أو حتى داخل الدول الإقليمية ذاتها. لذلك تركيا هي تلعب بهذه الورقة بصورة يعني فجة وفاجرة، فهي الآن تحولت إلى حاضن لكل هذه القوى الإرهابية سواء كانت المرتزق منها أم العقيدي يعني ذو البعد العقيدي منها، والاقتصاد أيضا. دكتور أكثم يعني آسف لمقاطعتك، ولكن استفادت منها منذ أمد الأزمة في سوريا من خلال النفط وغيرها من المصالح الأخرى الاقتصادية. نعم بين نعم قوسين. نعم، هي استفادت على أكثر من صعيد، لكن أنا أتكلم الآن على يعني على صعيد اعتبارها الآن، اعتبار تركيا هي يعني المؤجر الرئيسي للقوى التي تريدها القوى الكبرى أو القوى الأخرى في عملية إعادة توازن القوى أو في عملية تجاذب أو الشد والرخي القائمة فيما بينها. وبالتالي عليه هي أضحت تحولت تركيا فعلا إلى مؤجر، ومؤجر يعني مؤجر كبير يعني لهذه القوى، فهي تحركها فعلا وتؤجرها كما بما يخدم أيضا أهدافها داخل سواء كان داخل سوريا أو في مناطق أخرى إقليمية أخرى. يعني الآن يعني وأعتقد أن أردوغان يلعب بهذه المسألة وهو غير مدرك. أنا يعني إلى الآن أصر على حماقات السياسة التركية بعهد أردوغان، يعني هي مجموعة من الحماقات إذا رجعنا قليلا للوراء، وحتى هذه اللحظة لا نشاهد إلا حماقة والأخرى، وهذه الحماقات قد أربكت فعلا سياسته الداخلية والخارجية. بكل حال نعود إلى حديثنا، يعني اللعب بهذه القوى ويعني وتمثيل دور المؤجر لها في حقيقة الأمر هو يعرض مستقبل تركيا للخطر حقيقي، لخطر التفكك. وأنا أعتقد أنه فيما إذا استمرت تركيا في هذا الأمر ربما سيقودها يعني سيقود هذه الحركة الغير منظمة لاستخدام القوى الغير شرعية والغير مسيطر عليها، ربما يقودها إلى مرحلة فعلا تتعرض هي ذاتها كدولة مركزية لخطر التفكك. وهذا الأمر يجب أن لا يعني لا يخرج عن
عن في إطار التحليل السياسي، وربما أيضا هذا واحدة من الأهداف التي تعمل عليها الدول الكبرى في محاولة فعلا كما ذكرت الأستاذة هبة استنزاف القوى التركية في وأيضا أضعاف قدرتها على التأثير الإقليمي وتأثيرها في المنطقة، وأيضا إخضاعها للقوى الكبرى ولأجندات القوى الكبرى وتحويلها هي ذاتها كدولة، كدولة يعني تعتبر نفسها يعني بهذه الغطرسة التي تتعامل بها، إخضاعها فعلا لإرادات الدول الكبرى مباشرة، وربما قد تكون فعلا هي في النهاية يعني إسرائيل أخرى. أستاذة هبة، يعني حقيقة قائمة طويلة، يعني حتى لا ننسى دولة يعني ليبيا الحكومة المعترف بها دوليا، وسوريا ومصر والكثير من الدول يعني تتهم تركيا بأنها تغذي الفصائل الإرهابية المتواجدة على أراضيها وحتى في سيناء. يعني هل سوف نرى مع الأيام المقبلة تعامل من قبل المجتمع الدولي، يعني أن يكون هناك رد فعل عكسي على هذا الدعم والتصرفات التركية في هذه الدول؟ كما قلت أنه التدخل الروسي في مصر وفي سيناء وفي ليبيا، وهناك أيضا توتر ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على المستوى الاقتصادي، منه على سبيل المثال الاكتشافات النفطية واكتشافات الغاز في شرق المتوسط، والتي ستثير أثارت وستستمر في إثارة الكثير من التوترات سواء ما بين مصر وتركيا أو ما بين الجانب القبرصي التركي، ويعني المنطقة كلها ستشهد مزيد من التوتر. ما يمكن أن تقوم به القوى الدولية في مواجهة هذا يعني التدخل التركي واستخدام تركيا لعناصر في محاولتها للتأثير على الشأن الداخلي للدول الأخرى؟ المسائل أيضا يحكمها الكثير من التوازنات والكثير من المصالح. أنا ذكرت على سبيل المثال الموقف الأمريكي من هذا التدخل التركي داخل سوريا وفي عملية غصن الزيتون في عفرين، لكن على سبيل المثال المصالح الروسية منذ بداية عملية عفرين تبنت روسيا سياسة عدم التدخل تجاه العملية التركية، وفتحت المجال الجوي أو يعني قامت بسحب قواتها وفتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات التركية للاستمرار في عملياتها في منطقة عفرين. المصالح الروسية هي يعني تتواجد أو يعني تركز على محاولة إقناع الأكراد بالتخلي عن السيطرة في المناطق التي يسيطرون عليها لصالح النظام السوري، مع يعني تحفيزهم أو يعني إغرائهم ببعض بشكل من أشكال الحكم الذاتي. روسيا تحاول معالجة مخاوف تركيا بشأن سيطرة الأكراد على الجانب الحدودي. تركيا أيضا تريد مسارات للإمداد العسكري لدعم أي فصائل سورية يعني تنتمي أو. طيب أستاذة هبة، يعني كيف سيؤثر هذا الشيء على مكافحة الإرهاب؟ مكافحة الإرهاب هو شعار كبير تتبناه كافة الدول بما فيها تركيا، بما فيها روسيا، بما فيها أيضا سوريا، بما فيها النظام السوري الذي يدعي أنه يكافح الإرهاب، لكن المسألة أصبحت معممة بدون توضيح. تركيا تقول أنها تتدخل لمكافحة الإرهاب وبصفة خاصة ما يتعلق بحزب العمال حزب العمال الكردستاني. روسيا أيضا تقول أنها تتدخل في سوريا لمكافحة الإرهاب. الجميع يرفع شعار مكافحة الإرهاب، لكن ما هي الخطوات التي تمت بالفعل لهزيمة هذا الإرهاب وعناصره وحركاته ومنظماته؟ هناك بعض النجاحات على مستوى مكافحة داعش، لكن هناك أيضا تخوفات من ظهور طيب داعش في صور أخرى. طيب ماذا أستاذة هبة، طيب السؤال الأهم هنا، ماذا عن امتعاض الشارع الأوروبي من تسهيل تركيا لعودة يعني الإرهابيين والتحرك بحرية من وإلى سوريا إلى عبر تركيا إلى الدول الأوروبية؟
نعم، وهناك أيضا الجانب الأوروبي يرفض الآن استقبال مواطنيه من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى تركيا أو سافروا إلى الأراضي السورية وتلقوا تدريبات وانخرطوا في منظمات إرهابية في المنطقة. هناك رفض لدخول هؤلاء المواطنين مرة أخرى، وهناك علامة استفهام كبيرة يعني، أو قضية كبيرة يعالجها المجتمع الدولي يعني، حول أين سيذهب هؤلاء المقاتلين. إذا رفضت أوروبا، دول أوروبية محددة، استقبال مواطنيها وإدراجهم في برامج لإعادة التأهيل وبرامج لمكافحتها، أو يعني تعديل ومكافحة والتصدي للأفكار الأيديولوجية التي تبنوها خلال انخراطهم في هذه الجماعات الإرهابية، فأين سيذهب هؤلاء؟ وهناك كانت هناك بعض الأفكار حول فتح معتقل جوانتانامو لمزيد من المعتقلين من هؤلاء المقاتلين الأجانب. أيضا هناك رفض لتواجدهم داخل سوريا، أو يعني فالمسائل معقدة، تعقيدات شديدة. مكافحة الإرهاب ومكافحة هؤلاء التحركات والمنظمات الإرهابية ما زالت مستمرة، ما بين التشديد يعني تتشدد الهجمات العسكرية بشكل خاص على الجماعات الإرهابية حينما تكون هناك معلومات استخباراتية محددة حول عمليات محتملة ضد أهداف معينة، وتتراخى أحيانا في مقابل توازنات سياسية. تتراخى بمعنى لا تنتهي، وإنما تتراجع حدتها إلى حد ما ثم تعود تنشط مرة أخرى. ففي النهاية ما يحكم مكافحة الإرهاب وما يحكم الأمور المتعلقة بنفوذ دولة داخل دولة أو بصراعات التوازنات السياسية، تحكمها في النهاية المصالح الدولية، تحكمها مصالح الدول وما يمكن أن تحققه كل دولة من مصالح داخل الدولة الأخرى يعني. طيب دكتور أكثم، يعني في نفس سياق تحركات الدول، يعني تركيا، يعني ما هو السر التركي لدعم وإعادة إنتاج هذه الفصائل والتنظيمات الإرهابية مرة أخرى؟ يعني دعنا أولا نتفق أنه فيما إذا كان الآن هذا العهد، يعني عهد أردوغان، يريد إحياء إمبراطورية عثمانية، يعني يجب عدم إخراج هذه المسألة من أيضا من تحليلنا. وقد وربما أوحى بذلك سواء كان صراحة أو عبر تلميحات مختلفة على أكثر من صعيد. تركيا لها، سأتكلم فقط عن الوضع السوري، يعني فضل. تركيا منذ سايكس بيكو، منذ ما قبل سايكس بيكو إلى اللحظة، هي ترى أن حدودها يمتد إلى شمال سوريا وإلى يعني إلى حلب وإلى اللاذقية، إلى أطراف اللاذقية وإلى إدلب وترى أيضا أن هذه المناطق هي مناطق تابعة تاريخيا للدولة العثمانية. هذا مطمع تركي، يعني مطمع تركي كان قائما وحلم لا يزال يعني يزاول القادة الأتراك. هذا من جانب آخر. أيضا تركيا لها، هي دولة أقليمية، وكما ذكرنا يعني في مقابلات سابقة، لها حدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر على مع سوريا، وبالتالي هي أيضا ترى أن أمنها القومي يعني هو أيضا يعني في إطار هذه الحدود، يعني في إطار حدود الطويلة مع سوريا. بهذا المعنى هي أيضا هي ترى نفسها، وفي لحظة من اللحظات، في لحظة الصراع القصوى، يعني ربما إذا عدنا قليلا أشهر إلى الوراء، قد انكفأ دورها كثيرا، يعني دورها في الأزمة السورية انكفأ. وهي وبالتالي كل هذه المؤشرات أدت بتركيا إلى إعادة ترتيب أوراقها داخل سوريا بالدرجة الأولى، أقول داخل سوريا، إعادة ترتيب أوراقها داخل سوريا
وترتيب أيضا مصالحها وترتيب أولويات مصالحها، هذا يعني يدفعها باتجاه إعادة ترتيب أوضاعها في المنطقة بكاملها. وأيضا إذا أخذنا بالاعتبار أن التدخلات المباشرة، يعني الورقة القوية الآن بيد تركيا لإعادة ترتيب أولوياتها داخل سوريا، وإعادة ترتيب أولوياتها داخل المنطقة استتباعا لإعادة ترتيب أوضاعها في سوريا، في ظل أيضا تعقيدات الوضع، يعني التجاذبات الكبرى القائمة الدولية القائمة على سوريا، والتي رأت فيها تركيا، يعني دولة مثل السعودية أخرجت خارج الحلبة، فأيضا كانت تركيا من الممكن أن تخرج فعلا خارج الحلبة وتخرج من كل هذه المعمعة بلا شيء. وبالتالي هي لابد فعلا أن تستند إلى مجموعة من الأوراق الجديدة وأن تعالها، أو على الأقل الأوراق الجديدة القديمة، أو بالأحرى بكلمة أدق أن تعيد ترتيب أوراقها القديمة وأدواتها القديمة. وهذا وكان أفضل حل فعلا أن تقوم بدور المقاول أو المؤجر لقوى إرهابية قتالية، وتبتز من خلال دورها كمقاول تبتز بها الدول الكبرى، وتفرض فعلا حلول ما، يعني تفرض سواء إلى حد ما، ربما يعني كان هذا الحد عالي أو منخفض المستوى ليس مهما، لكن تفرض إلى حد ما جزءا من أجندتها في سوريا وفي في 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 المنطقة. وأنا أعتقد أنه سواء كان الموقف الروسي أو الموقف الأمريكي من التدخل بعفرين كان جزءا منه، ليس كله لكن جزءا منه، هو نابعا من ابتزاز تركيا لهم ببساطة. يعني أن هنا يعني في لكل عطاء مقابل، هناك مصالح متبادلة، وهذه المصالح المتبادلة على الأقل في هذه الجزئية هي تقبع فعلا في أن تركيا تقدم مستعدة أن تكون ملجأ لكل شيء، لكل ما تريده، يعني ملجأ لقواعد أمريكية، وهي ملجأ فعلا قواعد أمريكية، وأن تكون أيضا ملجأ لجميع القوى الإرهابية، وأن تكون أيضا ملجأ لقوى الممثلين قوى هذه القوى الائتلاف وغيره وغيره وغيره، بشرط أن يكون هناك مقابل ولو كان جزئيا. وعلي فعلا وضعت الولايات المتحدة الأمريكية ووضعت حتى الدول الكبرى في حالة من حالات الازدواجية في الموقف السياسي. يعني الآن يعني نشير إلى موقف الولايات المتحدة الآن في هذه الجزئية أتكلم، هو موقف محرج فعلا. يعني علاقاتها الآن هي الآن لديها خيار أو لديها سيناريو لمكافحة الإرهاب بصورة طيب. حقيقية في سوريا، لكن وبالتالي هناك تحالف فيما بينها وبين الإدارة الذاتية، وما بين الإدارة الذاتية في شمال سوريا. في ذات الوقت تزوجها تركيا في موقف محرج في بتدخلها المباشر في عفرين مع مرتزقتها. طيب اسمح لي دكتور أكثم، اسمح لي أن أعود إلى الأستاذة هبة. أستاذة هبة، يعني خطبة يوم جمعة تحدثت عن الجهاد وتمت على الأراضي الهولندية، يعني ألا يخالف ذلك مبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي؟ يعني هل سنشهد تأزم أكبر بين هذه الدول وتركيا مع الأيام القادمة؟ هي تأزم داخلي داخل الدول الأوروبية نفسها، وداخل أيضا الولايات المتحدة، ما بين خطاب صريح سواء في خطبة الجمعة أو في خطابات أخرى على أي منابر، هو خطاب معادي صريح يحض على الكراهية ويحض على الجهاد ويكفر المجتمعات، ويقابله في المقابل الآخر قوانين أوروبية وقوانين أمريكية تكفل حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التجمع. ففي النهاية هو صراع ما بين القيم، لذلك يخرج كثير من القادة الأوروبيين وأيضا في كندا وأيضا تيارات داخل المجتمع الأمريكي تشير أنه مهما كانت الرسالة تحض على الكراهية أو تحض على
الجهات، فهي في النهاية مسؤولية الأجهزة الأمنية للتصدي لها، لكن لا يمكن أن نتنازل عن القيم الأوروبية والقيم الأمريكية الغربية في حماية حرية الرأي وحرية التعبير، يعني تحت ادعاء أنها رسائل كراهية ورسائل تحض على الجهات. أيضا في المقابل هناك تيارات تشير أنه لا يجب طرد هؤلاء المحرضين على الكراهية، يجب طرد هؤلاء المنظمات التي تتبنى أفكار جهادية، تتبنى أفكار متطرفة، تحارب يعني قادمة من دول تعاني من الدكتاتورية وخنق الحريات إلى مجتمعات حرة منفتحة وتفتح أبوابها لهؤلاء القادمين، ومع ذلك يقومون بهذه الرسائل التحريضية ضد الدول التي استضافتهم. ففي النهاية الدول الغربية، يعني كما ذكرت خطبة الجمعة داخل هولندا، لكن هولندا تتمسك بمبدأ القيم الغربية التي تأسست عليها معظم الدول الأوروبية وإن لا وإن لم يكن جميعها، وهي إعلاء قيم حقوق الإنسان، إعلاء قيم حق التعبير وحق التجمع وحق وحرية الرأي طيب وهذه أستاذة هبة، الحقوق بصفة عامة، يعني أستاذة هبة وتلقي المسؤولية على الأجهزة الأمنية. يعني سؤال أخير حقيقة، يعني في ظل السعي لنشر ثقافة الكراهية والعنف يعني والحقد على المكونات الأخرى، يعني إعادة إنتاج هذه التنظيمات المتشددة كجماعة خراسان وجند الأقصى وتنظيم داعش وجبهة النصرة وأسماء كثيرة حقيقة والحزب الإسلامي التركستاني وشيشانين، يعني كيف سيكون ناتج هذه التنظيمات برأيكم؟ هي للأسف الأمور، يعني الشر لن ينتهي من العالم، التنظيمات وهذه المرة تحت قبعة قانونية تركية. أستاذة هبة، هذه التنظيمات لن تنتهي، داعش ربما، يعني القاعدة ما زالت مستمرة، وداعش ربما لحقت بها خسائر عسكرية كثيرة وجيدة، ويعني نشيد بها، لكن في النهاية الأيديولوجية الجهادية والفكر المتطرف لن ينتهي، يعني يحتاج إلى أكثر من مكافحة عسكرية أو تعاون دولي، يحتاج إلى مكافحة الأفكار بذاتها، مكافحة الأيديولوجية في ذاتها. وتنبهت الدول لهذا الأمر، وبالفعل هناك مركز في الإمارات يقوم بهذا الأمر لمكافحة الأفكار الأيديولوجية عبر شبكة الإنترنت، لكن المسائل يجب أن تتأسس منذ المدارس والكتاب وغيرها من أشكال التعليم التي يعني تكون حاضنة خصبة لأي فرد ليتبنى هذه الأفكار. هناك معايير كثيرة لمكافحة هذه الأفكار المتشددة والمتطرفة، وليس فقط على الصعيد العسكري والأجهزة الاستخباراتية. فالأمور يعني لن تنتهي، هذه التحرك أو هذه المنظمات الإرهابية وهذا الفكر المتطرف، ولن ينتهي بسلاح أو لن ينتهي بتعاون استخباراتي، لكنه ربما يتقلص إذا ما تم معالجته من الجذور، من الأفكار التي يجب إقصائها من النصوص المدرسية، من المدارس والتجمعات التي تعطي هذه الأفكار، من محاولات دعم البرامج التأهيلية بشكل أكبر. فهناك الكثير من الوسائل، لكن قدرة الأفكار الهدامة على الانتشار أكبر بكثير من قدرة الأفكار البناءة على مكافحتها. اسمحي لي، باقي معنا دكتور أكثم أقل من 30 ثانية، كلمة أخيرة لك دكتور أكثم. أريد أن أتكلم عن نقطتين أساسيتين. الأولى أن القيم الأوروبية نعم هي قيم قائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن في اللحظة التي تتعرض فيها هذه القيم، يعني الدول الأوروبية متمسكة، الشعوب الأوروبية متمسكة بهذه القيم، لكن في اللحظة التي تتعرض فيها للخطر الحقيقي، أعتقد أن ربما هذه الديمقراطية ستكشر عن أنيابها. النقطة الأخرى هي
حقيقة يعني بكلمتين، يعني المكافحة بعجالة فعلا لو سمحت. لا يمكن أن تكون على فقط عسكرية، وإنما أيضا يجب أن يكون هناك عملية إصلاح ديني إسلامي بصراحة، إصلاح ديني إسلامي. ما لم تتم هذه العملية بتضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية أيضا والشعوب، ما لم تتضافر، أنا أعتقد أن الإرهاب سيبقى وستبقى طيب، حواضنه الفكرية قائمة. شكرا لك دكتور أكثم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، ولا يسعني أن أشكر ضيوفي. كان معي من واشنطن الأستاذة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، ومن باريس دكتور أكثم عيسى، مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان من المفترض أن كان ينضم معنا الأستاذ سامح عيد، الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية. وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.